الجمهور الرياضي الكبير، طيب الله وقاتكم. ها نحن نعود إليكم مجددا في حلقات برنامج الملعب بعد توقف دام طويلا. ولدينا فيه اليوم الغزال عبد الواسع المطري، نجم كرة القدم اليمني، جعل من اسمه أيقونة كروية لا يختلف عليها اثنان، ذو موهبة له من الصفات والمميزات ما يجعله واحدا من النجوم الخالد اسمه في سماء الكرة اليمنية. أيضا محور حديثنا اليوم عن عودة دوري أبطال أوروبا إلى الواجهة مجددا، خسارة مذلة تلقاها نادي برشلونة ألقت به خارج المنافسات الأوروبية، بينما تمكن ريال مدريد من العبور إلى المربع الذهبي وإقصاء بطل النسخة السابقة مانشستر سيتي. كل هذا وأكثر نشاهده معا في حلقة اليوم من الملعب، ابقوا معنا. حياكم الله مجددا. إذن هو امتداد آخر للمواهب اليمنية المتعددة، أحد الجواهر الثمينة للمنتخبات اليمنية، يعتبره الكثيرون صاحب أفضل تجربة احترافية في العقد الأخير للاعبين المحليين خارج البلاد، نظير ما يقدمه مع الأندية التي مثلها خلال مسيرته. المزيد عن الغزال اليمني عبد الواسع المطري في هذه المادة. محاولة اليمن عن طريق الموهوب الغزال، غزال اليمن، هو غزال اليمن وغزال كل اليمنيين. عبد الواسع يا لعيب يا لعيب، ليس شيئا قابلا للوصف ذلك الجزء المتعلق بمسيرته، مسيرته التي بدأها لاعبا ينثر السحر ولا يحصل على الثناء الذي يستحقه، لو ألفت في موهبته الكتب، وهو الذي كتب تعريفاً جديداً للاعب كرة القدم العصري، وكأنه اختزل الزمن الجميل في نفسه فأعاد تصويره للأذهان بشكل مذهل. عبد الواسع المطري أو الغزال الذي غير المعادلة وراوغ حتف اللاعب اليمني فاتحاً آفاق المجد أمامه على مصراعيها، لم يكن الوصول مهماً بالنسبة له بقدر الرحلة، فنسجها كما يجب لها أن تكون في اليرموك حيث بدأ، ثم العروبة العماني بمستهل رحلته مع الاحتراف الخارجي، هناك حيث قضى 3 مواسم قدم فيها كل شيء للنادي وحفر اسمه في ذاكرة جماهيره ووعيهم كعادته التي لا يميل عنها. لم يتوقف إبداع الغزال عند حدود الكرة العمانية، بل تعداه إلى الانتقال للدوري الإماراتي من بوابة دبل حصن قبل أن يعود لها مجدداً من بوابة النهضة ثم النصر فالاتحاد. قدم أمام نوح، لاعب بلاعب، مر من نوح، عدى ومره، ليعود مرة أخرى إلى النهضة بثبات لا يتغير، بالإبداع ولا شيء سواه، والسحر الكروي الذي مكن ناديه من تحقيق ثنائية الدوري والكأس بمساهمة عظيمة من المطري نفسه. أن يقدم كل ما لديه بإذن الله. مدينة الجميلة البراني، نعم النهضة بطل لدورينا، هذه تمام، والبطل يبقى بطل. بعد تجربته مع الخضر كان لابد من تجربة أخرى، فكسب سترة البحريني بتأثير لاعب من طينة الكبار على فريقه، ورجل يحمل من الصفات ما تعجز الكلمات عن وصفه. أما مع المنتخبات الوطنية فلطالما كان الغزال عزاءً يعوض اليمنيين عن مآسيهم، وأملاً لم يخيب ظنهم فيه لمرات ومرات، وحسبه من المجد هذا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عاد اليماني، عاد اليمن السعيد مرة أخرى للسعادة بتصويبة عبد الواسع. نموذج جميل هذا اللاعب عبد الواسع المطري، ويجب أن يحتذى به. يعني تخيلوا، من اليرموك إلى الأندية العربية وما زال إلى اليوم في الاحتراف، مثل هذه العقلية يجب أن تتغير في النشأ الموجود اليوم في اليمن، أن يحتذوا بهذا اللاعب. مشاهدينا ننتقل إلى حضرموت، ففي حضرموت ناقش وكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي مع رئيس الاتحاد اليمني للعام للجودو
نعمان شاهر آخر استعدادات لانطلاق بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات والتي تقام برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري. وخلال الاجتماع أكد الخليفي اهتمام الوزارة على إقامة مثل هذه المسابقات والأنشطة الرياضية، مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة الاتحاد العام للجودو وحرصها على إقامة المسابقات المختلفة بين الحين والآخر. وأكد أن الوزارة ممثلة بقطاع الرياضة ستعمل جاهدة لإنجاح البطولة بالتنسيق مع الاتحاد العام للعبة. هذا ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة منتصف شهر مايو المقبل بمشاركة 8 محافظات. مشاهدينا، إلى موضوع حلقتنا الرئيسي لهذا اليوم وهو عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. شهدت مباريات إياب ثمن النهائي مفاجأة من العيار الثقيل وخسارة كبيرة تجرعها نادي برشلونة على أرضية ملعبه أمام نادي باريس سان جيرمان، ليغادر النادي الكتالوني خالي الوفاض. كيف نجح باريس في التأهل وما الذي أثر على برشلونة خلال مجريات اللقاء؟ نتابع هذه المادة ثم نعود. في المقابل مشاهدينا، حصد ريال مدريد بطاقة العبور إلى المربع الذهبي بعد تجاوزه عقبة مانشستر سيتي بعد امتداد المباراة إلى ركلات الترجيح. التعادل كان سيد الموقف بين الفريقين طوال أشواط المباراة الأربعة ليحتكما لركلات الحظ والتي اتسمت للنادي الملكي. المزيد في هذه المادة. في مباراة أخرى تمكن بايرن ميونخ من العبور إلى دوري الأربعة بعد تغلبه في الإياب على ضيف أرسنال بهدف دون رد، ويدين النادي البافاري بهذا الفوز إلى لاعبه كيميش الذي وقع على هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 63. واستغل بايرن تعادله في مباراة الذهاب ليتمكن من حجز مقعده في نصف النهائي، بينما ودع أرسنال البطولة الأوروبية خالي الوفاض. إذن مشاهدينا، الحديث حول منافسات دوري أبطال أوروبا ينضم معنا عبر سكايب المحلل الرياضي محمد فيصل. محمد، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا أخي من. حياك الله. عشنا واحدة يعني من أجمل الأدوار الإقصائية، يعني مباراة كانت قوية جدا، يعني ريال مدريد مع السيتي بالأمس، وقبلها كان برشلونة مع باريس سان جيرمان. يعني ما هي المباراة التي لم تتوقع نتيجتها ويعني حصلت كمفاجأة لك محمد؟ في الحقيقة مباريات الأدوار المتقدمة دوري أبطال أوروبا عادة ما تحمل يعني هذا الطابع، من الصعب التوقع بنتيجة أي مباراة أو تخمين الفريق المتأهل بناء على معطيات أو بيانات أو مجريات الموسم الحالي. فطبيعة دوري الأبطال مختلفة تماماً عن المسابقات المحلية، ويعتمد على تفاصيل صغيرة جداً. نعم، خلينا نبدأ نتكلم عن مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان.
مباراة كانت قوية، الكل توقع أنه برشلونة سيتجاوز باريس سان جيرمان، خصوصا أنه تقدم عليه في ملعبه وأرضه. ما الذي حدث؟ لماذا استطاع أن يعود باريس سان جيرمان ويصنع رومونتادا في أرضية برشلونة؟ أولا عندما نتحدث عن نادي برشلونة يجب أولا أن نضع النقاط على الحروف، أن نتحدث عن مؤشرات عامة قبل أن نتحدث عن مباراة أو بطولة. الكل يعلم أن برشلونة فريق يمر في طور التجديد، طور التجديد يجب أن يعطى حقه من الجهد وكذلك الهدوء، يجب أن لا يضغط الجماهير ولا الإدارة على الجهاز الفني أو على اللاعبين خلال هذه الفترة. لكن طبيعة الجمهور الكتالوني عندما يظهر الفريق بشكل جيد في مباراة ترتفع سقف التوقعات، صحيح نعم، إلى أعلى ما يمكن. هذا أيضا الصحافة والإعلام الكتالوني يتعامل مع الفريق على أنه جاهز، يعني مجرد التغلب على السيتي في باريس لأسباب، اولا برشلونه كان في يوم، ثانيا باريس سان جيرمان لم يظهر بالشكل المطلوب، لم يظهر بشكل متوازن. لكن في مباراه العوده في برشلونه عالج لويس انريكي الكثير من الاخطاء وعدل الكثير من الاوتار وعرف ماذا يريد من المباراه، اضافه الى ما شاهدناه من احداث. يعني تعليقك على الأحداث اللي جرت في المباراة، طرد أروخو، يعني أعتقد أن ما حصل ما بعد طرد أروخو ليس كما قبله، يعني انتقلت المباراة إلى منعطف آخر تماما، كثف باريس سان جيرمان من هجماته، وصل إلى أن بالهدف الأول والثاني والثالث والرابع، وكل هذا بعد الطرد الذي حصل لأروخو، ثم إخراج لامين لامال وإدخال مارتينيز. يعني كيف تعلق أنت على هذا التغييرات مثلا وعلى هذه المجريات التي حدثت في المباراة؟ أولا إذا قسنا المباراة قبل حدوث حالة الطرد وما بعد حدوث حالة الطرد سنجد هنالك تكافؤ. نعم برشلونة وصل إلى مرمى باريس وسجل الهدف الأول عن طريق رافينيا، لكن هذا الوصول جاء بمجهود فردي من لاعب أو موهبة شابة لامين يامال نعم، تمكن من استغلال تباطؤ الظهير الأيسر واخترق في عمق منطقة الجزاء ولعب كرة أمام دوناروما الذي كان سيء جدا في التمركز وفي التعامل مع هذه الكرة. دوري الأبطال يحسن في مثل هذه الكرات، لكن في المقابل يجب أن تكون جيد في بقية الخطوط لتحافظ على هذا التقدم. أنا الفارق هدفين، لم يتمكن برشلونة من إدارة فترة ما بعد الهدف بشكل جيد. حالة الطرد، إذا وقفنا عن حالة الطرد سنجد أن هنالك يعني قراءة معينة. أولا ذلك على الحالة النفسية لأروخو، بمجرد أن ارتكب العفو بالتمرير وجد مدافع المهاجم أو الجناح الباريسي متقدم باتجاه المرمى، اللاعب يعني في كسر من الثانية اتخذ القرار الأصعب في توقيفه، كان يتوقع أن يكون على أقرب إلى البطاقة الصفراء، هو حاول أن يلحق اللاعب وأن لا يرتكب الجناية الكبرى وهي ضربة الجزاء. نعم، لكن ذكاء المهاجم الباريسي في التوجه للمرمى بشكل مباشر جاء بعد أن اتخذ أروخو قرار العرقلة. يعني نعم، قبل أن نعود نتحدث عن مباراة الريال دعني أتحدث معك عن ديمبلي والظاهرة التي حدثت، يعني بعد الهدف واحتفال ديمبلي الجماهير الكتالونية كلها انتقدت ديمبلي، هل كانت هناك مشاكل بين ديمبلي والإدارة إدارة برشلونة ما جعل ديمبلي يعني كأنه ينتقم من برشلونة ولم نكن نعلم مثل هذه المشاكل مثلا؟ هذه مشكلة الإعلام الكتالوني عندما يشخصن الأمور مع لاعب معين ويتصدر لمهاجمة لاعب أو للضغط على لاعب، هذه الممارسات متكررة ومعتادة وبشكل اعتيادي من الإعلام الكتالوني، حتى عندما يكون اللاعب مازال في غرفة ملابس الفريق وضمن قوائمه ترى أن هنالك أحيانا موجهة لإجبار لاعب على الخطوط أو نعم. لإجبار لاعب على التجديد. ديمبلي عاش مثل هذه الوضع، يعني مثل هذا الوضع، صحيح انه يعني عندما اتى الى برشلونه
هذا قصة تمرد طويلة جدا من أن كان يرتدي ألوان القميص الكتالوني. مع ذلك لم تقدر الصحافة الكتالونية هذا الشيء، وكان حل تندر وسخرية مثل الإصابات. نعم عقلية ديمبلي كان تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى حماية، هذه الحماية لا يجدها أي لاعب يلعب أو يرتدي قميص الكولوجران من الإعلام الكتالوني أو حتى من الأطراف الموجودة في الإدارة والتي تهيئ أو تمتلك أبواب إعلام. نعم وصلت الفكرة. دعنا ننتقل لمباراة ريال مدريد، رغم أنه الكل وجد في احتفال ديمبلي أنه استفزاز لجماهير الكتالونية ولفريقه السابق. خلينا نتكلم عن مباراة ريال مدريد. الكل ذهب في كفة مانشستر سيتي وأنه سيتجاوز ريال مدريد، خصوصا بعد التعادل الذي كان في أرض ريال مدريد. لماذا؟ كيف استطاع ريال مدريد أن يتجاوز السيتي بالأمس؟ الفريقان مكشوفان، جميع أوراق يعني مكشوفة لبعضهما البعض بعد مباراة الانتخابات، لا يوجد شيء أو حلول أو شيء ممكن أن يفاجئ به أحدهما الآخر، بالذات فيما يتعلق بريال مدريد. هنالك 11 اسم معروفين، يعني بمجرد أن تلقى التوكيل البطاقة الصفراء الثانية للذهاب عرفنا من هو البديل أو الأرجح، يعني ميليتاو لا يمكن أن يبدأ قمة بهذا الحي، البديل هو ناتشو. بقية الأسماء ذاتها اللهم كان الاختلاف الوحيد أين سيلعب وأين سيلعب، هذا هي التغيير الذي كان ينتظر الجمهور ويترقب معرفتها مع انطلاق صفقة مباراة العودة. أنشيلوتي عالج الخلل الذي ظهر في مباراة الذهاب والذي يتعلق في حماية أو ثلاثة صفقات التشكيل الذي جاء منها هدفين، هدف فودن وهدف كفارديول في مباراة الذهاب. ركز على حماية هذه المباراة، درس جيدا أسلوب السيتي وذهب أعتقد إلى نفس الاستراتيجية التي اعتمد عليها مايكل أرتيتا مدرب الأرسنال في مباراته الأخيرة على ملعب الاتحاد، التأمين الدفاعي ولا غير الدفاعي، وهذا هي الواقعية أو المنطقية. واجه السيتي الفتاك في الدكة الغنية وبالحلول المتنوعة، أن تلعب منقوص، تلعب بالدفاع بقلب الثالث والرابع منقوص مركز الفريق، تلعب بالحارس الاحتياطي الثالث، كنا مهاجم صريح، يجب أن تعامل مع الأمور بحذر أو ستكون النتيجة كما كانت في الموسم الماضي في 2003 4 أهداف. نعم على ملعب الاتحاد. نعم خلينا نختم بهذا السؤال محمد. الآن أصبح برشلونة والسيتي وكذلك أرسنال وأتلتيكو خارج هذه المسابقة، هل أصبحت الأمور الآن أسهل لريال مدريد أم أن هناك لا زال للفرق الأخرى قول آخر؟ يعني من تتوقع أنت أن يكون بطل هذه النسخة؟ علمتنا كرة القدم في الدرجة الأولى ودوري الأبطال في درجة خاصة أن لا نتوقع في هذه البطولة، أن لا نضع أنفسنا في محل يعني العرافين أو بالنتائج. هنالك تفاصيل دقيقه وجزئيه بسيطه يمكن ان تحسم مواجهه البايرن ريال او دورتموند وباريس سان جيرمان. قد نرى دورتموند نهائي وقد نرى باريس، نفس الشيء ينطبق على ريال والبايرن، لا شيء محسوب على الورق. البايرن الذي خرج بموسم صفري في على الصعيد المحلي لا يمتلك شيء ليخسره، وهو يريد من صالح جماهيره ويريد التعويض الخيبات المحلية بسطوة أوروبية جديدة، فلذلك لن يكون سهل على ريال مدريد هذا الشيء. كذلك ريال مدريد الفريق الذي يعتمد على المنطقية والواقعية مع كارلو أنشيلوتي، لديه أسلوب، شاهدنا ماذا فعل أمام السيتي طوال 120 دقيقة، ليس من السهل على أي فريق أن يطبق هذا الأسلوب 20 دقيقة. صحيح. أمام فريق قوة السيتي يمتلك أسلحة، يمتلك قد لا تكون أسلحة وإنما أدوات، لكنها فعالة ووصلت إلى هذا المستوى من شكرا جزيلا. لا يمكن شيء أو الجد بشيء. نعم شكرا جزيلا، نتمنى التوفيق لريال مدريد ولجماهيره ولكل الفرق التي بقيت في هذه البطولة. الشكر كذلك لك محمد، دائما ما تتحفنا بمثل هذه التعليق، شكرا جزيلا لك. والتحليل محمد فيصل المحلل الرياضي كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.
والشكر لكم وصول على طيب المتابعة، نلقاكم في حلقات قادمة، دمتم بخير، إلى اللقاء.